gentlemen, good morning. Chers amis, bonjour. I will speak in Arabic, if you please. سيد جياني انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. سيد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. سادة أعضاء الجمعية العمومية من مختلف دول القارة الأفريقية، الحضور الكريم، أحييكم جميعا بتحية الأمن والأمان والسلم والسلام ودفء العلاقات وحسن الضيافة لضيوف مصر الكرام. ولكم يسعدنا جميعا وجودكم على أرض مصر لحضور اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم. الحضور الكريم، إن النهوض بمنظومة الرياضة الأفريقية بوجه عام وكرة القدم على وجه الخصوص، رغم أنها تمثل دون شك أحد أهم التحديات التي تواجه اتحادكم الموقر، إلا أننا وكمؤسسات رسمية في مختلف دول القارة الأفريقية نعدكم بأن نمثل الداعم المستمر لكافة جهودكم في استكمال مسيرة نجاح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم التي نشهدها جميعا يوما بعد يوم، ويشيد بها العالم أجمع إلى الحد الذي أصبحت به ومعه بطولات كرة القدم الأفريقية من أهم الأحداث الرياضية التي يتابعها الملايين من سكان الأرض، لتضاهي بذلك كبرى منافسات كرة القدم العالمية. تلتقون اليوم في أرض المقر، تلتقون في بلدكم مصر، وسنلتقي مراراً وتكراراً في مختلف الأحداث الرياضية، وربما تكون منافسات دورة الألعاب الأفريقية بدولة المغرب الشقيق خلال شهر أغسطس المقبل أقرب تلك الأحداث التي تجمعنا على خير دائماً بإذن الله، وهذه هي فلسفة الرياضة. ودعونا نغتنم هذه الفرصة لنهنئ أنفسنا بنجاح تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي تقام حالياً على أرض مصر، وتختتم فعاليتها غداً الجمعة بإستاد القاهرة الدولي بحفل الختام، ومن ثم المباراة النهائية بين الشقيقتين الإفريقيتين الجزائر والسنغال، والتي سنشاهدها وربما يتابعها معنا أكثر من مليار مشاهد من مختلف دول العالم. ودعونا لا ننسى أن نشيد أيضاً بالأداء المشرف والرائع والمتميز لجميع المنتخبات التي شاركت ضمن منافسات البطولة، وكان هدفها جميعاً الوصول إلى منصة التتويج، ولكنها كما تعلمون جميعاً الساحرة المستديرة لا تعرف سوى فائز واحد، ولكنها تبقى في مقدمة القوى الناعمة للتقارب بين الشعوب، وأحد أهم آليات تحقيق الأمن والسلم الاجتماعي في مختلف المجتمعات. نؤكد لكم أن الدولة المصرية كانت خلال فعاليات البطولة وستظل دائماً خير داعماً للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ليس فقط كدولة المقر، ولكن من قبيل مسؤوليتها التاريخية تجاه إخواننا من مختلف دول القارة وقلب أفريقيا. ووطننا لكم، لكل أبناء القارة، وطن لكل أبناء القارة الأفريقية، وليستمر ويتعاظم خلال الفترة المقبلة المساهمات التي نقدمها جميعاً لاتحادكم الموقر من خلال تيسير وتوفير كافة السبل والآليات اللازمة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ومن خلال اتفاقية المقر بين مصر والاتحاد الأفريقي لكرة القدم. وأيضاً أعلن عن ما تم الاتفاق معه ومع الاتحاد من إتاحة أراضي أخرى لمشاريع وزيادة الاتساع في المقر الاتحاد الأفريقي بمصر. ومن جديد أكرر وأؤكد على شكري وتقديري وامتناني بوجودكم على أرض بلدكم مصر، متمنيا لكم ولجميع إخواننا الأفارقة طيب الإقامة والاستمتاع بدفء العلاقات المشتركة بين بلدان القارة، وبالطبع الاستمتاع بالمباراة النهائية للبطولة الأفريقية. وأخيرا أحمل لكم التحية والتقدير من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.